السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، تقدم الكلام في الأسبوع الماضي عما يتعلق بشأن أولادنا الصغار وما يعتري بعضهم من أسئلة تجعل الوالدين وتجعل المعلم في حيرة وفي قلق نفسي، أسئلة يشتكي منها بعض الأمهات والآباء من أولادهم، أسئلة عقدية، أسئلة تتعلق بعلم الغيب. أولاً، من المعلوم أن الإسلام دين كامل ودين كمال، وقد عني بمصالح الخلق الحسية والمعنوية والقاصرة والمتعدية، وعني بالصغار عناية تامة 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 كسائر عنايته في جميع الجوانب، إلا أن ما يتعلق بشأن الصغار له موضع مهم جدا. وحتى لا أتشعب، هذه الأفكار التي تجعل الصغير يستفهم ويقلق ويسأل لها أسباب. السبب الأول البيت، قد يكون التدين ضعيفا جدا في البيت، فلا صلاة أو تفريط في الصلاة من بعض الوالدين، ولا يسمع من التوجيه الشرعي والعقدي إلا النادر، هذا إن سمع. سبب آخر، وهو ما تتضمن بعض المواقع الإلكترونية من الغزو المرتب لإدخال الشك والريبة في نفوس الصغار، ويزداد تأثير هذه الشكوك إذا جاءت في مجال الألعاب والقصص والمسابقات في وسائل التواصل. فالصغير ببراءة الطفولة يمارس هذه اللعبة ويسير في ركابها ويتنقل بين منازلها، ثم تفاجأ أنه يقول: أنا أقوى من في الكون، هكما يقول بعضهم، أنا أعلم أو أعلم ما وراء ستار الغيب، فقد وصلت الهرم في الفوز. ويبدأ الصغير أيضا في التعلق بهذه المسابقات وكذلك القصص والحكايات. هذه من أسباب تلويث الفطر. وثالثا أيضا أو رابعا، أن بعض الآباء والأمهات والمعلمين مع الأسف لا يحسن التعامل مع الصغار عندما يسألون أسئلة عقدية كبرى. قد ذكر بعض أهل العلم أن على الوالدين وعلى المعلم إذا كان غير قادر على التعامل، إذا سأله الصغير ببراءة الطفولة عن أسئلة وراء ستار الغيب، عليه ألا يزجر الصغير، لا يزجره ولا ينهره ولا يشد عليه في الخطاب. انتهى الوقت، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.